وانا يوم بيوم تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك احلام. في حكواتنا ملامح ذاتنا سيرة منوم وانا يوم بيوم تبقى حكاية تبقى رواية في ضشواك احلام. فيها العالم والمتعلم فيها الظالم انه هيهرب مني ده بعدك. انا لو ما دخلتك السجن ما هيبقى اسمي الدهبي يا حرامي. الله عالم الحرامي منو. انا اشرب منك ومن اسرتك كلها. انا اشرب منك ومن اسرتك كلها. انا تاجر. وقروش اللي عندك مشت وين؟ اساليه وعامل فيها تاجر. ها الله. تعالي يا رغية تعالي دقيقة بسألك. انت الأولاد وين؟ وين الأولاد؟ أوعيك تقول لي مشوا لي خالته. يا دابك افتكرت انت عندك أولاد؟ الأولاد عند الطيب أخوك مين أمس؟ نوم الظالم عبادة. والله يا حاج صالح الموضوع ده أنا ما بتدخل فيه. المفتش ده لما طلب الحواشه دي ليه حق؟ هم قايلين الزراعه دي وانا سوي حفلات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. العربيه دي ماشيه وين يا اخوان؟ انت ماشي وين؟ انا ماشي اي اي فين البراق؟ ما ابو البراق اي ماشي البراق. اي عندك في اهل؟ اي عندي اهل هناك. ناس منو؟ فيش بقى ناس حمد الله ده العمده. ديل هلاك؟ اي هم اهلي يا هم زادوا.
شبح شبح والله. تفضل تفضل. الله يبارك فيك، كثر خيرك. والتلاكي ما قاعد، يعني انا ما قاعد. بعدين انت لو عاوزه تريحيني وريني وين الزرده. ما عارفه والله العظيم، ما عارفه والله العظيم، ما عارفه. يا اخي خلي عندك شويه دم شويه. انا حتى لو عارفه حخليك تضر اخوي. لكن هو ما ضراني. كذاب. اهلا مرحب حبابي الشيخ، زيتكم كمل؟ بدوري كم؟ رطل، رطلين، فنطاز. رطلين رطل يا عباس، حاسبي ابوي. مدفوع يا عباس، مدفوع. قلت لك الحساب ابوي يا عباس. حمدان وابوك ما واحد. عباس حسجل ولا امشي؟ لا 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 لا، ما تمشي، خلاص بسجل بسجل. فوق شنو؟ انت ما بتحلتي، بتفرق شنو؟ عباس كويس. يا ولد الرشيد، تحسي كاس الشغل في الخرطوم ليه؟ حسي ما لقى شغل قدر ما قلت له تعال امسك الحواشه. ابد لا، بيجي بيجي المسكين بيجي. انت يا ولدي كملت زراعه؟ يعني شغال مفتش؟ لا لا، انا اختربت كم سنه وجيت راجع تاني. ازول هما نص وقتك دي بقت كدي كدي. يمكن الحكومه وسطوا لشيت النساء. حلوه. ابوك ليه يوم الليله ما جا؟ بري امي اليوم الليله ما جا والله. نهار السواد، السعده ذاتها حرت وبقت ميروده. نقول ابوك ده الاخر وشنو؟ اها، انا من قبيل كنت اقول بعادي بكنار. ما قلنا كلام القصير ما بنسمع. يا اخوانا لو صبرتوا لي العربيه دي انا بطلعها. حاول يا معلم لما تجي تنزل طاني طين فيه مويه انزل بترس ثقيل. عندك كوريك؟ هاي يقول في كوريك، لا تسبوه. شنو انت؟ يا اخي انت جيبه بس. جيب الكوريك. بشويش بشويش. والله الافندية بيقوا اشطر مننا. كيف هذا؟ ما شاء الله. انا قبيل عارف لكن فتران ساي والله. الله يديك العافيه. سوي الفطر. اها يلا بعد اخواننا نفره صغيره ورا ان شاء الله تطلع. الله يديك العافيه ان شاء الله. دور يا معلم. ادفر ادفر انت ما بتدفر. دور. الله كريم. ها بسم الله. جينا صفي انت. انت يا حمدان؟ بس حاج بخيت دين مالونا تاخروا كذي. الله يعذره معاو فرح. تاخرتوا يا ابوي لما انقلقنا عليك. والله وقعنا لنا في خور ما مرقنا منه بعد تعب. في ولد ما شاء الله نجيط. لكني تاخرتوا بالحيل يا حاج. اقول مشى وين الولد ده؟ يمكن يكون نزل في السكه وانت ما عارفه. لا لا لا، انا متاكد لحد ما وصلنا حدود هنا وكان راكب معانا. من وين هو؟ والله ما بعرفه. خلاص شغل بالك بيه كده ليه انت؟ والله الولد هميم، ولد هميم دخل قلبي من جوا. لكن اول ما شوين دل وراي وراي في كل حتة. يا
انت حاج صالح الولد ده ما منه اي خبر؟ لا منه خبر ولا منه اثر. سمح ما نمشي الخرطوم نشوفه. خرطوم الله يكون في عونه. هالبيت فضة، العرس عرس والمرق مرق، إلا هو ما عارف نهايته شنو. سجمي الكوارك شنو؟ يلا 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 هديهم شنو ده؟ لحم ولا غوتي لبنه شو حي يا الله يا الله يا الله. حرامة 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 يا حال شو اسمه؟ حرامي حرامي؟ حرامي حرامي في 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 حلتنا هنا؟ جانا ركب معنا في العربية. هيا هو هاد بخيت. انت مشيت وين؟ امسكوني منه انا اللي بكسرك يا ولد. خد العصاية دي تحت. الله يا بتلاقي مضاربة. والله سويتها يا ولدي. انا نازل ما كان كتالوج. أنا قلت أبيت وما زعج لي زول، والصباح واصل سفري. صدق الحق وما تبغى ما تسأل. بسم الله امشي صلي معي. أنا أتحرك قدام الناس كله لك عبا كعبة وكمان قدام الحلوة إلا بخليه بيها. برضه هو عمك وشيخ الحلة. عمي بعرفه من وين؟ ولا من أهلي ولا قابل تقول لي عمك؟ الحلة دي لمتنا كلنا. من الشرق من الشرق، والمن الغرب من الغرب، والمن الشمال من الشمال. هسع سعاد دي سعاد بنت الطريفي ما متزوجة بكر، بعدين محمود الدروب ما بنته من صفية بنت المك. أنا الكلام ده كله ما خصاني. أنا شيخ بغيط حرني شديد وأنا بصدق. وحلوة أسوي شنو؟ أسوي شنو يا ناس؟ الإحراج حار حار. الصبر جبر كدين تلين فيها في الأول، وبعد ذلك ليها ألف حلال. السلام عليكم. أهلا. في الحقيقة عندي طلب توظيف عندكم. لو سنة سنة ونص مش كده؟ أي لسه. لكن ما يا أستاذ البلد ما دايرة أفندية، كلنا أفندية. بعدك أنت خريج شنو؟ زراعة. زراعة؟ طيب يا أخي ما هندي البلد يا أخي، والوطن حدادي مدادي يا أخي، اللي بخليك تجي تبقى أفندي شنو؟ ما هو أنت أفندي. يا ريت لو كملت زراعة، على الأقل كان انعتقت من الأنف ودياخ. والله يا ولدي رغم إنه أنا ما بعرفك كويس، لكن بيقولوا شنو؟ قلب المؤمن دليله. والله ردتك من جوا. كتر خيرك يا حاج، انا برضو نفس الشعور. فشان كذي كان درت تقعد معانا مرحب بيك، وكان درت تكمل سفرك الله يهون عليك.
يابا هاش ينقال قال موافق بيقعد ان شاء الله كويس الحمد لله على السلامه الله يبارك الحمد لله على السلامه يا اخي الله يبارك 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 أمسيت طيب؟ الحمد لله. كان دورت الشاي أهودة، وكان دورت اللبن أهودة، وكان دورت هنا الاثنين تشيلي. شكرا لك كثير، بس أنا بشرب شاي بس. ما أتعب البديك البيضة، أشرب اللبن. شكرا لك يا حلوة. اسمي الحلوة، أبوي سماني كذي. حلوة. لكن هو والله وليد طيب بالحيل والله. سيامي 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 مالك سيامي مالك علو بفكو من متى؟ من أول أمس. أبوي لازم يعرف بالكلام ده. يعني نقول ما في ولا شغلة لا مشغلة. طب ما في؟ وما قال لك مشغل الخرطوم تاني ما في. الحمد لله ما تزرزروا كذي وشيشك عليه. أنا ما داري عارف الحاصل شنو. داري عارف الحاصل شنو. هسه كده كويس؟ قلت اعمل فيه ده كويس؟ بالراحة شوية شوية بتعرف منه الحاصل شنو؟ في حاجة اسمها زراعة يا العوض يا الدابة. اسمعني الدابة، أنا دي قرايتي ودي معرفتي وده فهمي، دي الحاجة اللي أنا بعرفها. بعدين البلد دي بلد يا العوض، ده كلام إذاعة وتلفزيون وجرائد ساي. اسمعني كويس معك. هو يا العوض هي كلام الدابة اللي بيقول فيه ده ما حلو. وبعدين يا الدابة الكلام اللي قاله عوض ده يا هو اللي بيعرف ليه. هو يا مرة، اوعك تسمع كلام المرة دي.
دارت أقول ده 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 العوض ذهب، شوية قروش مع شيكات مؤجلة تشتري البلد دي كلها. وبعدين أنا بساعدك، أوعى تسمع كلام المر المطرطشة دي. فضل وراي لحد ما دخلت معاون الشغلانة دي. ما هي بتدي في الأول، أنت كنت معانا ولا شنو؟ فعلا والقروش جرت في يدي ونسيت الشيك قلت له ما كذي؟ واللي استفزونه بي أصحابي في الغربة، لكن اشتريت لي مزرعة. بس يعني اكتب لك شيك كيف يا عدابي؟ كيف؟ العوض ده مشروع كبير وبعدين بيكون باسمك. بس المبلغ ده كبير وما عندي هسه. العوض لا كبير ولا حاجة، هشغل المصنع وبعدين سدد الشيكات. يا عدابي 100,000 دي كبيرة، مبلغ أنا ما بقدر عليه وما عندي. العوض ولا كثير ولا حاجة، نحن ممكن نقايط العربية وكون باقي لنا شوية قروش، وبعدين ما تنسى انه المزرعة فيه كل شوية. المزرعة دي خلاص، المزرعة خليها احتياطي. طلع دفتر الشيكات، طلع العوض، طلع دفتر الشيكات. انت يا الدابي ضامن المزرعة دي؟ اي هنا اي وقع اي اي لا خلاص لا. مصنع طلع شوية قرور وخردة. ما قلت لك كيف؟ ما سمعت كلامي. وينو التافيه ده؟ وريني له. انت كان دقيقة شنو؟ هدي شوية. قلت لك باعوا لي خردة. اصبر دك. انا ضربتك على ايدك وقلت لك اشتري. العملية دي لقيت فيها كم؟ انت والحقير بتاعك ده. التجارة شطارة. دي ما شطارة. بس دي حرامية كمان جابت لها نبس. دقيقة كده روق المانجا وارتاحوا شوية وانا على ابليس اقعد شوية. المشاكل بتتحلى. ما بتتحلى حاجة، دي حلها واحد بس لحد ما يدوني قروشي ورجعوا المصنع الكرور بتاعهم ده. البضاعة لا ترد. خبيث. شكرا، بيع المزرعة وخلص روحك. ده بعدك. لا بتبيع. الدابي القدامك ده أخوي، يا هو الفضل لي في الدنيا، أم ما في، أبو ما في، كمان أخو ما في، لكن الراجل فيه. أنا الدابي ده. قصدك شنو؟ المزرعة يا حبيب، المزرعة. لا الحشاش يملى شبكته. عليك الله، هسه أنا ما أولى منه؟ أي واحد فينا أولى منه، وزاته من يوم ما معرف. وانا جابني شنو في الحلة دي غيره؟ وانا غير اللي قاعدني شنو؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا رشيد؟ ابوك كيف؟ والله كويس يا عوض. قالوا لي خريج زراعة. ايوه انا خريج زراعة. وانت برضو خريج سنة كم؟ لا انا قريت في الجزيرة وانا قدرك. طيب رايك شنو يا رشيد الليلة تجي تشرب معانا شاي مغربية؟ عهدة؟ يعني انت عايز فيه انت عندك بيتين يا زون؟ عيب يا حمدان عيب. خلاص قلبتها على فين المكان ده خليته ليك؟ معليش يا عوض. ولا يهمك، سمعتها منها كتير دي. انا بكره ماشي مدني لعلاج الوالد، ما تجي معاي نتونس. مدني؟ لا انا ماسك مويه وبعد تجي نتلاقى ان شاء الله. مدني بلد جميلة يا عوض. مدني بلد جميلة، لكن الفرقة بقت كبيرة. في شنو؟ الله يكذب الشينا.
اللهم ارحمه واغفر له. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا جميعا يا ذو الجلال والاكرام. امين. الفاتحه. الاخلاص 11 مره يكون. امين. شكلك ده ما غريب عليه، شايفك. ابدا ما حصلت لاقينا. بعدين انت ما من البلد دي. السجن ماله؟ ما حق الرجال السجن. واسي قال لك حاجه؟ اسكت انت ود المرحوم واطلع منا. النزله كان رشيد. لا تفضل كثير. وين نسيت الباقي؟ يا ريس يا ريس، معقول انا هتسمع منك حاجه؟ انا بعتلك اخو المره في وفاء اكثر من كده يا ريس. وفاء ولا انعام؟ ما حقك ماخذ، لكن دقسك الا اموت حقي ما بخليه. واخته اشوفها حننوني يا ريس، مشيت خالتهم وحنستهم وجبتهم مراجعين. المره دي مش مفروض تعرف انه الشغل برا والعلاقات العائليه برا؟ مش بالله؟ انت بريئة يا ولدي. انت قومي ارح، تعالي ارح معاي. اهي الحلو، عاولت شنو في الموضوع اللي قلت لك؟ خلاص برجع بحاول اعيد تاني، لكن اسمعني، ده في شانك انت. لا ده في شانك انت. ما بتدور تدخلي جامعة وببقى مزارعية؟ احلى من الخضرة والجمال ده. في شنو؟ انا ما عاجباك؟ ما عندي ليكي ولا تعريفة ولا من ليمة. ما عندي ليكي.
والولادات يا دابي يصوموا الليلة يصوموا بكرة وبعدك الله كريم. بعدين يا رغية ما عمل ليك توكيل كده بيبيع المزرعة حقت أخوك وكده؟ حرام عليك حرام عليك. قمت تاني؟ يمكن مات، يمكن دقشته عربية، يمكن وقع في ترعة، يمكن انتحر. انتحر؟ إبرة قلبي حاس إنه قاعد. العوض ده هميم وكريم وودناس. لا لا يا حماد العوض لا. خلاص لحسك بكلامه فهمته. حماد خطأني خطأني خطأني. حماد قوم قوم فز. أنا بخطأك بس عندي عندك طلب صغيروني. قول. بدر مريم أختك. يا زلمة بتضحك مالك؟ حماد هسه بتضحك شنو؟ خلاص الحلو خليه ده. الله يا ولدي مالك بقى مو هين. وديه وين يا حاج؟ خلوا لي عندك. الله كريم يا ولدي كله بتصلح مالك بقى مالي وحد. آه يا حاج مالك يا ولدي كرعي ما شايلاتني. مالين كرعيك مالين؟ الكلام تقيل. نزل الحمل نزله. الدابي جاب لك أمر قبض وداري دخلك السجن. أمر قبض لي أنا؟ أهي العوض قوم أجري. أمشي وين يا رغية؟ أمشي وين؟ قوم أجري حتفضل طول عمرك في السجن. قوم أجري يا العوض. فين هيك من البلد؟ أمرك يا العوض. أمرك سرحان في شنو؟ سرحان في الجاي حاج بخيت. جاي كله خير وبركة إن شاء الله ما فيه أي عوجة إن شاء الله. إنت بدور تقول شنو يعني؟ أنا يا حاج بدور يد بيتك حلوة. الله يقدم الفوا الخير. ده كلام شنو يا حاج؟ ده الكلام اللي بعرفه. البيت بيتي وأنا بدي على الدائرة دي عليه. لكن الزول ده ولا مننا ولا عارف اللي اصيل ولا فصيل. اي صحيح يا حاج انت الزول ده من وين؟ ده من ارض الله الواسعه جانا وشاير معاه نور الشمس. لكن دي ولا من عوايدنا ولا من تقاليدنا. دي عوايدي انا وتقاليدي انا والما عاجبه فيكم امشي اشرب من الكنار. الحقيقه انا حقيقه شنو الحقيقه ما كل زول بعرفها. بعدين انتو وين علوبة؟ ما كان تجي وتتم الناقصة مشى وين؟ عوض داير اشتغل معاكم في لي محل؟ خير باسط أرض الله واسعة كان قلنا خير أرحكا. السلام عليكم. الله يبارك فيك.
كيف؟ الحمد لله رب العالمين. تمام؟ اها ان شاء الله المبيد نفع معك. لا تمام، بس الطفليات ظهرت شنو؟ لا دي ما زالة سهلة. أمس كنت بناقش في عبد الرحيم المفتش، فعرفت منه إنه النوعية دي على وجه الخصوص يعني يمكن إبادتها بسهولة جدا. أهم حاجة نفرق في السرابات ونحاول إنه المبيد يصل لحد الجزر. نعم التعليم. إزيك يا علوبة؟ أها الأولاد كيف؟ في انتظار الوريث بين الليلة وبكرة. نحن طبعا في أول الطريق. وأنا بتين أدخل القفص الذهبي. بس خلينا نطلع من الدورة دي. قل لي بتين، نحن ما خلاص كبرنا، البيت علينا فضة. مريم شال الرشيد، ولا نرجع تاني؟ لا 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 لا، كل شيء ولا الرجعة دي. عرسك مزول التانة. تمام؟ اللي اصبروا لي، أكان ما خليت عليها واطية أبقى أنا حمدان. يا حمدان أنا دربك ده خاطيه، وبعدين أنت لمتين داير تفضل زول مشاكل وعايش على القديمة؟ يا أخي ما تشوف لك شغلة تشتغلها؟ أقدح الله ردي ما واسعة ودائر الزول البقيسة. ما الدكان ده خليته لك، أقعد. حوات في شنو يا بنية؟ المقلبة للولادة. خير يا حاج البخيت. لا خير، ما في حوايا، ما في حوايا، ما تنزعي. البنية الحمد لله بقت على الولادة، لكن هي بكرية، عشان كده بالضرورة نمشي المستشفى. مدني طوالي. الو الدابي، زولك في مستشفى النساء والتوليد مدني. قلت شنو؟
عليا كلمة بتضحك كلمة تنوح تنوح بين النفس الطالع نازل نازل منتظرين أحلامنا تلوح تلوح بالتعبير الصادق نكتي الصادق نكتي قصة زول هيمن مجروح هيمن مجروح قصة وردة بتهدي شذاها ناس بالهمة العالية شادوا المجد العالي صروح بكرة النادي وابن أخضر بكرة مني والحسرة ترى والحسرة تروح تروح